تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 254 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 12 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 73,013 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,638 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1,304 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 19 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 59.5 طن، وكذلك ضبط 4,213 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 18.5 طن. كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 53.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,727 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 180 طن. كما تم ضبط 88 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 295 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 306,093 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65,154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,897 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 167 سائقا منهم. كما تم المرور على 94 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 281 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 284 مركبة وتبين مخالفة 19 منها. كما تم رفع 381 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 11,793 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,529 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,922 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,546 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4,392 مخالفة ملصقات وضبط 66 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 351 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 74,786 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 63,320,059 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 278 قضية، من بينها 159 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و119 قضية تمثلت في ضبط عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 32 قضية بقيمة مالية بلغت 144,771,541 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1342 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,549,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,138,501 جنيها.